وللمزيد من النقاش حول مخططات التغيير الديموغرافي في ديالى وحزام بغداد، معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. دعوات ميليشياوية لا تنقطع لاستنساخ تجربة جرف الصخر في ديالى وحزام بغداد، هل تعتقد بأن هذه الدعوات تأتي تمهيدا لفرض وقائع جديدة في هذه المناطق كما جرى في جرف الصخر؟ يعني أخي العزيز، عد ما نسمع مثل هكذا أقاويل يعني تأتي بنا يعني الذاكرة حينما تقوم الدول المتقدمة بتكرار تجارب ناجحة لخدمة شعوبها، لكن ما يحصل في العراق هو عبارة عن استلهام تجارب دموية وتجارب طائفية لاستلهامها وإعادة تجربتها في مناطق أخرى. وهذا الرجل اللي يدعى أبو علي العسكري يعني لم يستحي من هذا الشيء وقالها علنا بأننا نريد تكرار تجربة جرف الصخر في مدن أخرى من العراق، سواء في الطارمية أو في المخيسة في ديالى، كما يدعي لحفظ الأمن. ويعني لنعرف ما هي كانت تجربة جرف الصخر حتى نستلهمها لنعيد تكرار تجربتها. هي كانت تجربة طائفية بامتياز، تم تهجير أهلها واستبدالهم بميليشيات، وجعلوا تلك المنطقة عبارة عن يعني ملجأ لكل المتطرفين من الميليشيات ومخازن للأسلحة يتم التحكم بها من أطراف ليست عراقية، سواء كانت إيرانية أو من حزب الله اللبناني. فما هي التجربة التي يعني يعتد بها أبو علي العسكري لتكرارها؟ والحقيقة واضحة من هذا الطرح، هي إعادة تكرار تجارب بالنسبة لهم هي ناجحة طائفيا. نعم. ليتم يعني إعادتها في مناطق أخرى واستمرار هذا الحال لربما في مناطق أخرى وأخرى. طيب، يعني هذا يتزامن مع الوقت الذي يدعو فيه الكاظمي للحوار والمصالحة. في هذا الوقت ذاته تنبر الميليشيات إلى التهديد بالتطهير العرقي والطائفي في مدن بعينها، لماذا باعتقادك؟ يعني الرجل هذا يعني مصطفى الكاظمي، يعني أنا لا أعرف يعني كيف هو يتجرأ ويذكر بأنه هو بصدد إقامة حوار يعني وطني ما بين الحكومة وميليشياتها وما بين الصفوف الفصائل المعارضة. يعني هو الذي لم يستطيع أن يرد على أبو علي العسكري حينما هدد بقطع إذنه، هل تتوقع يستطيع أن يدير مثل هذا الحوار السياسي للوصول إلى حالة مثالية في الواقع السياسي العراقي؟ هذا كلام يعني لا قيمة له، ويعني ولا يستطيع أن يفعل منه شيء. ولكن أنا يعني أود التذكير بأن عمر النظام أصبح قصير للدرجة التي يعني يقول فيها مستشار الكاظمي، يقول بأن هذا الحوار هو الفرصة الأخيرة لحل مشاكل هذا النظام السياسي، وبالتالي هم يستشعرون خطر سقوط هذا النظام، يستشعرون بأن أيامه أصبحت معدودة ولا يمكن أن يمضي هذا النظام بهذه الطريقة. لذلك يعني حتى رئيس الجمهورية برهم صالح حذر من أن الانتخابات القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لهذا النظام السياسي، ودعا إلى عقد جديد ودستور جديد. هم يستشعرون بنهايتهم ونهاية نظامهم. نعم. لذلك هذا الكلام الذي يدعوه ولا قيمة له، لا قيمة له سياسيا ولا نعم. يعترف به الشعب العراقي. لكن ثمت أستاذ نظير أهمية خاصة تمثلها تلك المناطق، مناطق حزام بغداد وديالى، بالنسبة للميليشيات ومن خلفها إيران على ما يبدو، ولذلك يسعون لتفريغها من سكانها ومن أهلها. نعم بالتأكيد، يعني هؤلاء أخي الكريم لا يلقون بالا لمن حولهم ولا يلقون بالا للدعوات التي تحذر من خطورة هذه الأعمال. هم ماضون في أجندة رسمت لهم في طهران لمحاولة التغيير الديموغرافي في مناطق معينة. هم في يعني في موضوع الطارمية مثلا هم يستهدفون كسر هذا الطوق السني على العاصمة بغداد، أما فيما يتعلق في ديالى فهو استكمال لمحاولة تغيير ديموغرافي حقيقي.
ولا تنسى أخي الكريم أن المخيسة وهذه المناطق بشكل عام هي تقع على الخط الواصل أو الخط الوهمي الواصل ما بين إيران ومرورا بالعراق وانتهاءا في سوريا ولبنان. لذلك هم يريدون أن يفرغوا هذا الطريق من أي مكون عدا المكون الذين يعتقدون أنه موالي لهم، وبالتالي هم ماضون في هذه الأجندات ولا يقوم بالا لأي دعوات تحذرهم من هذا الشيء. لكن أنا أعتقد هذه الأعمال هي من ستعجل بإسقاطهم، لأن موضوع الطائفية قد تسامى عليه الشعب العراقي وطويت صفحته بالنسبة للعراقيين، ولن تعود تعمل هذه الورقة كيعني ثقل في المعادلة السياسية العراقية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف يمكن أن تنعكس على الشعب العراقي وخاصة الذين يقطنون في تلك المدن؟ هناك انعكاسات خطيرة لا شك، يعني أين سيذهب الناس من تلك المدن؟ أخي المفرح يعني بالرغم من هذه المآسي، ولكن هناك حالة مفرحة عند الشعب العراقي بأن كل الطروحات التي تقوم بها الميليشيات أو حتى الأحزاب الحكومية للتأجيج الطائفي، يعني تعلم أخي في الفترة الأخيرة كثرت حالات الانفجارات والقتل على أساس طائفي، وكلها يتم تبنيها من داعش، والجميع يعرف أنها هي من أعمال الميليشيات، وداعش والميليشيات سيان هم يستهدفان لإثارة النعرات الطائفية. لكن المفرح بأن الشعب العراقي ومن أول لحظات خروج مثل هذه الأخبار عن هذه الأعمال الإرهابية أبدأ موقفه بأن هذه الأعمال هي من صنع إيران وأطراف العاملة في العراق، وبالتالي كل هذه الأعمال الإرهابية لم تحرك الشعب العراقي إلى الوجهة الطائفية، بل بالعكس زادت من لحمته. أنا أعتقد ربما أخي الكريم هذه الميليشيات تقدم على مثل هكذا جريمة في الطارمية وفي المخيسة، وسيتضرر الناس السكان هناك، ولكن هي حالة مؤقتة سرعان ما يعود الشعب العراقي إلى لحمته الوطنية عندما يزال هذا النظام. وأنا أعتقد هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات والأحزاب التي من وراءها هي تعجل بنهاية هذا النظام، ويعني لا أقول لك أني أتخيل بأن نهاية هذا النظام لا تتجاوز موعد الانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة ستكون فاشلة بكل المقاييس، وبالتالي سيفقد هذا النظام شرعيته من خلال إفشال هذه الانتخابات القادمة. أشكرك جزيلا الباحث السياسي والكاتب السيد نظير الكندوري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.